السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. عرفت ولاية تتبسى منذ قليل حديث قل ما يقال عنها أنها خطيرة، وأعلنت مصالح الدرك الوطني عن مقتل 4 مواطنين، وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. توفي منذ قليل ما لا يقل عن 4 مواطنين بولاية تتبسى، وحسب مصادر من الدرك الوطني فإن الحادثة وقعت بالطريق الوطني رقم 83 والرابط بين ولايتي تبسة وخنشلة بمنطقة عماشة بلدية بير مقدم، وذلك بعد اصطدام سيارتين. فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين ومستعملي الطريق.